يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول لقد نسيت صلاة العشاء وتذكرتها قبل صلاة الفجر بساعة، فهل أصليها في هذه الحال؟ نعم، صلاة العشاء يبقى وقتها إلى طلوع الفجر، من أدرك ركعة قبل أن يطلع الفجر، من أدرك ركعة من صلاة العشاء قبل طلوع الفجر فقد أدرك صلاة العشاء، يصليها يبادر بصلاتها. نعم.